انا زيك بالظبط، صحيت لقيت لعبه اسمها هيل دايفرز واكله الجو، سواء على متجر بلاي ستيشن 5 لان هي حصريه البلاي ستيشن، او متجر ستيم على البي سي. قلبت بقى ودورت، لقيت وعرفت ان اللعبه دي كان ليها جزء اول، والكاميرا في اللعبه ساعتها كانت توب داون من منظور علوي من فوق يعني. اما الجزء التاني بقى الكاميرا في ظهر او كتف الشخصيه اللي انت هتلعب بيها. وقبل اي حاجه، الاجابه على السؤال المعتاد هو انا لازم العب الجزء الاول عشان افهم دي، هي لا مش لازم، لان الجزء التاني مش بيكمل على قصة الجزء الاول، وده مش كلامي على فكرة، ده من صفحة اللعبة على موقع بلاي ستيشن هي اللي بتقول الكلام ده، وان دي لعبة اونلاين تعاونية محتاجة اشتراك بلس عشان تلعبها على البلاي ستيشن 5. اللعبة دي تقدر تلعبها مع 3 اصحابك، يعني كلكم 4 في الجيم، ولو ما عندكش اصحاب يبقى تخش راندوم بقى مع ناس تانيين. وخلي بالك بقى الفريند ريفاير هنا شغال على طول، يعني تعمل حساب لكل طلقة او قنبلة عشان ما تجيش في زميلك وتخلص عليه، ولو ده حصل مش هتكون نهاية العالم، لانه هياخد حوالي كده 10 ثواني ويرجع تاني للجيم معاكم. على فكرة اللعبة هنا فيها كروس بلاي، يعني تقدر تلعبها مع صحابك سواء بقى هما بيلعبوها على البلاي ستيشن 5 او البي سي، وتقدر تلعبها لوحدك عادي، بس الافضل مع صحابك عشان انت هنا هيهجم عليك مجموعة من الفضائيين هيحاوطوك من كل حتة، لازم تتحرك بسرعة من مكان للتاني عشان ما تتغفلش. الهيلث هنا بقى بينقص بسرعة، يعني اي ضربة من عدو كتيان هتلاقي نص الهيلث بتاعك طار، بس ما تقلقش عشان الريسبون هنا ساعتها هيكون سريع وهتنزل في مكان بعيد عن مكان العركة اللي طحنوك فيها. هدفك الاساسي بقى في اللعبه هو تخليص المجره من شر الوحوش او الفضائيين. عندك بقى هنا نوعين منهم، اول واحد وهو التيرمينيدز، دور الوحوش الفضائيين، بيتفرع منهم بقى انواع فرعيه تانية، منهم الصغير ومنهم الضخم. والنوع التاني بقى هو الاتوميتون كولكتيف او الاتوميتونز، دول بقى اللي هم الروبوتات، ودول برضو بيتفرع منهم انواع تانية، منهم الروبوتات العاديه ومنهم الدبابات والالات الضخمه. كل ده بقى بيهدد كوكبك اللي هو كوكب الارض اللي اسمه هنا سوبر ايرث، كوكب متطور تكنولوجي، وانت بتلعب بواحد من الهيل دايفرز. دول مجموعة من نخبة الجنود اللي بيحاولوا ينشروا السلام والحرية، فبعتوك بقى انت واصحابك للكواكب المحيطة او المجرة بشكل عام عشان تخلصوا على الاعداء اللي بيهددوها. الجيم بلاي بقى هنا فوضوي بس ممتع وبسيط، كل اللي عليك تعمله انك تدوس على التريجرز او الزينات وتخلص على الاعداء. في تريكات كده بسيطة بتحل الجيم بلاي، زي مثلا المؤشر اللي في نص الشاشة اللي بتنشن بيه ده هيفكرك شوية كده بانشارتد وريميك ريزيدنت ايفل، يعني عندك مؤشر ثابت ده في نص الشاشة بالظبط ما بيتحركش، وعندك مؤشر تاني عبارة عن دايرة صغيرة كده بتتحرك باستمرار طالما انت بتتحرك، زي ما تقول كده ده المكان اللي الرصاص الفعلي اللي انت هتضربه هيجي فيه. وعندك كمان حاجة تانية زي البيركس او الكيلستريكس بتاعت كول اوف ديوتي، هنا اسمها استراتيجيمز، دي بتحلي متعة اللعب قوي، وانت في قلب المعارك الطاحنة والكومبات المليان اكشن والفوضى دي كلها هتقدر تستدعي او تختار سواء قنبلة بقى شديدة او صاروخ يخلصك من مجموعة كبيرة من الاعداء في ضربة واحدة او امو او هيلز، اختيارك ما بينهم هنا بيكون ممتع، كأنك بتكتب شفرة كده من اللي كنا بنعملها في الالعاب القديمة من خلال الاسهم، زي مثلا تحت تحت فوق فوق شمال يمين، حاجة زي كده. وبتستنى شوية وكل ستار جيمز من دول لي وقت محدد عشان تتفعل او تشوف مفعولها او تنزلك من السماء، وليها طبعا كول داون زي مثلا دقيقة عشان تقدر تستعملها مرة تانية. بالاضافة بقى للقضاء على الوحوش، عندك هنا في اللعبة اسرار والغاز خفيفة كده محتاج انك تحلها عشان في الاخر تاخد جوائز قيمة. حصرية البلاي ستيشن هيل دايفرز 2 متعتبرش من العناوين التقيلة اللي سوني بتعتمد عليها في تسويق اجهزتها، بس اللعبة هنا بمتعتها تأهل سوني انها تحطها ضمن اولوياتها. الجميل بقى ان الحمد لله ده انعكس على سعر اللعبه، وده في مصلحتنا لان اللعبه نازله بنسختها العاديه ب 40 دولار، مش متخيل بقى سعرها في اول تخفيض عليها هيكون كام، ونسختها اللي بيكون فيها شويه اضافات ومساعدات وكوزماتكس وعنوانها السوبر سيتيزنز او المواطن الخارج دي ب 60 دولار، حاجه حلوه قوي الحقيقه. بس كده دول اهم حاجات لازم تعرفها عن هيل دايفرز 2. ما تنساش بقى ان موقعنا جاهز باكواد بلاي ستيشن وستيم وغيرهم عشان تشحن رصيدك وتجيب هيل دايفرز 2. عايز تعرف اكتر عن حصريات سوني وهيل دايفرز، انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعة، كان معكم محمود من ايجينيو تيك.